تشتغل عنده؟ أنا بعد نضح أستاذ فؤاد قدام كتيرين بيكرهوها وعايشين معها. هول ولادها مجبورين، وهيدي لقمة الخبز مجبور بتلاقيها مطرح تاني مع حب مثل ما حضرتك لقيتها هلأ هون. هيتك أنت والكرامة مش أصحاب. دغري بالموضوع أستاذ فؤاد، لأنه اللي عم تعدون عني بعرفهم. مصلحجي؟ كلنا مصلحجي بكره، كلنا منكره إذا اندلدعنا. بس والحق يقال، إذا أنا بكره الست الوالدة لأنه مربطة الأرض فيي، بس بكرهها باحترام. لا وحياتك. ولما أعطيت التفاصيل لشهاد إبراهيم؟ أنا ما أعطيت حدا شيء أستاذ فؤاد، وإذا بتحب بجمعك فيه. وبتعرف إنه هو اللي اتصل بباريس على الأوتيل، ولما حولوه على أوضة الست رد الأستاذ وجيه. ومين قال له إنه الست بباريس؟ في حدا عم بدير الريموت كنترول لشهاد إبراهيم ويقول له عن تحركات الست. ولمعلوماتك ما حدا بيجيب حدا عبيت مثل هون إلا ما يكون أنتيم هو وياه. ولحتى أنت المدير المالي براشد للتجارة تصير أنتيم أنت وشادي إبراهيم الباباراتزي تبع الأسبوع الفني، يعني عم تزودوا بتحركات الست. ولمعلوماتك الست صار معها خبر بصداقتك أنت وشادي إبراهيم. على فكرة أستاذ حكمت، فكرة شو ستنا؟ كل واحد ساهم من قريب أو من بعيد بموضوع المجلة رح يدفع الثمن غالي. تركي شيري. تفضل استاذ حكمت. ما بدي لا. بالريقك يا زلمة، نشف قد ما صنعت من ايد من عدمها. اهلا وسهلا. شو بعد بدك مني يا استاذ فؤاد؟ صداقتك صديقي. قصدك مصلحتك. ومصلحتك انت كمان. اي مصلحة؟ مصلحة التليفونات. مصلحة استمرارك براشد للتجارة. مقبيل. تعمل اللي انا بقوله. يعني من تحت الدلفة لتحت المزراب. لا مزرابة انا ابقى، بالنهاية انا ابن راشد راشد، ومبدئيا رح عيش اكتر من نهلة. الله يطول بعمرها. طلباتك؟ بدي مصاري. قدرت هالشي؟ عال يعني بكرة حسب الست. ما قلتلك شو بدك بالست. أنا لا 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 لا، مش الست الوالدة، الست نجات صاحبة البيت وصاحبة أجمل صبايا بالبيت. آه يا حكمة. بس ليه بتفهمك السيس بقى؟ نجاة يا ست نجاة. نعم. تعي اسمعي حكمة أفندي. مور حكمة أفندي. الأستاذ فؤاد بقلك حكمة، حتى يخدمني لازم تخدمي أنت بالأول. أنا بشو بقدر أخدمك مسيو حكمة؟ الصبية تبعت هذيك المرة. ندى؟ هيك اسمها؟ فليكن اسم حلو. ما عرفت لمين؟ لا ستنا، كانت عم تهمس سامس، بس هي اللي اتصلت مش العكس. طيب صالح كلك سوا. العفو ست نهلة، واجباتي. بس ممكن سؤال؟ إذا عن فؤاد فهو منيح. كتر خير الله، بس مش هيدا اللي بدي اسألك إيه. شو بدك تسأل؟ بعد إذنك يعني، بس أنا فكرت كتير بالموضوع قبل ما أسأل حضرتك. خير صالح شو في؟ ما بتظني إنه الأفضل الأستاذ فؤاد يعرف الحقيقة؟ بعتذر ستنا. ما في ضرورة للاعتذار، بالنهاية أنت بهالبيت قبلي، أنت وأم سليمان، واتنيناتكم بتعرفوا إنه فؤاد مش ابن رشد بيك. اعتبرينا نسينا.
ما عندي شك بوفائك ولسانك الدافي انت وام سليمان، بس للصراحة يا صالح ما عدت اعرف شو هو الاحسن شو هو الاسوأ. علاقتي بابني عم تمرق بمرحلة صعبة، ما بعرف قديش الحقيقة بتساعد بتخطي هالمرحلة. بعتذر على حشريتي ست نهلة، بس دايما وهيدا رأيي المتواضع، دايما الحقيقة أفيد من غيرها. بشكر رأيك. العفو ستنا، واجباتي تأمري شي غيره؟ عرف لي المرة التانية بمين نجل عم تتصل. حاضر ستنا، خذ هالفنجان معك. دايماً الحقيقة أفيد من غيرها. اللي وقعت الملعونة يا ندى، روكب فردت ركب عليها. ما هي شاطرة بنت الحرام، بس هي بتبطبه غير عن ندى. ايو شوفي يا دخلك، ندى بتصل فيها وبأمن له موعد معه، إذا شي بحللك مشكلتك أنت وياه. ندى لا، ليش بقى بدك تقطع لها برزقتها للبنت؟ ما تكون ضارب عينك عليها فؤاد. بس يا نجاة، بس ندى لا، لأنه وعدنا البنت نساعدها. البنت شو ما كانت تكون، وعدناها نساعدها لتخلص من هالطريق، مش لنرجع نردها لهالطريق. ما في مليون وحدة أحلى وألاز ومعباية أكتر من ندى. شو لزقوا فيها؟ خلينا نجيب له يا فؤاد وارتاح بقى. ابن الحرام شي مقبيل شي. هاي الدنيا عزيزة عزيزة يا معزوزو. بعمل اتصالاتي. ضميري الحي بيقول لي لا، طولي بالك. المهم انت تقدر تطول بالك. بيت ندى كل واحد رامي. اكيد لا، حياتك انت حاجة تانية خالص. عينك تشوفي نهلة راشد خوتاني عابنا. ما بحق له، اكيد بيكون عنده وجهة نظر. مهما كانت وجهة النظر ما بحق له يترك بيته وامه ويفل. ما علينا، عرفت وين راح؟ معلوم، راح لعند بيكشي رامي. لا لا، ما في شيء. سمية خلصت القهوة، طب تعي خديها. يلا. يعني كان ضروري تتعذب خالتك؟ ولو، اهلا وسهلا. رامي وين كان فؤاد؟ عند نجات. نجات؟ لا نجات غريق. لك ايه نجات؟ بيعرفها لنجات؟ ما هو اللي اخذني لهونيك يقطع هذيك الساعة، هو قال لي انه هي سويسرانية طلعت لها. رامي بدران اكبر محتال عرفته بحياتي. ليش بقى؟ لانك محتال. شو كنت عم توشوشها لندى وغيرت الحديث؟ حياتك ماشي يسألي. كفينا عن فؤاد. مين فؤاد؟ فؤاد راشد تخانق مع امه وترك البيت. اها، اكيد ست نهلة بتكون زعلانة. ليش حضرتك بتعرفيها لست نهلة راشد طنط؟ لا. يلا يا جماعة تأخرنا، اكيد الماما بتكون ناطرتنا. مزبوط. هي مع بلا قاعدين هون؟ لا طنط، اما لندى ناطرتني لتاخد قياسي. سمية عم تخيط فستان عند الماما. الكتير منيح، اذا زبط وسعره معقول حجزي لي دور. ولو يا تانت مقدم. شو انت كمان رايح تحضر البروفا؟ لا سيدنا، انا رايح مثل دغري. لا تقلي ولا قلك، المهم الراس شو بيقول. ايه.
يا اخو الدياني مش قليل. لا لا لا، مش انا اللي قلت لك تلعب عنتر ابو المنافع، انا قلت لك العاب حريف على دفيش، اول تاني تالت. بعدين بكفي لك بعدين. سليم كيفك كردون؟ منيح. هات. شو سيجارة؟ شو جديدة عليك اني ما بدخن؟ طيب هات خمسة. خمسة شو؟ تلاف. خمس تلاف حلوين للصبح. بدي شوف الراس. ابلش بالكعب لتوصل للراس. فوت قله بدي شوفه. مش انا بينبعت ليك تلميذ كسلاني؟ بعلمي الكوستيم ابيض يطلع موسخ. ابيض يعني ابيض. قله هيك يا هيك يا بليها. فوت. شو بدك؟ سليم هون. خليه يفوت. سكر الباب كردان. حاضر. عواف معلم. شو بدك سليم؟ حالي تعبان معلم. بتعرفني ما بحب النق. بتعرفني معلم مش ولد صغير حتى نق. امبارح كنت بالمستشفى. سلامة قلبك معلم. بيقولوا سلامة راسك مش انا الراس. راسنا كلنا معلم. حلو اسمي ما هيك سليم؟ اسلمتك معلم. قدت وجهنا علي سليم. اعوذ بالله يا راس. ولو قلت لك كنت بالمستشفى. شفتهم؟ لا بس شفت الفيتين والظهرين لعنده. ليش انت عصبت حالك معلم؟ حب دوق طبختي بايدي. مالها شوي. كيف يعني؟ الملح بس تحطه على الاكل بيقسى الاكل. صاحبنا مالح يعني قاسي. بعد لهلأ ما خبر حدا شو صار معه. وكنت قاعد حدينته معلم؟ لا يا غشيم، المستشفى وإدارتها ما عندهم علم شو صار. لو عندهم علم كانت الشرطة موجودة. نعم. وانت شو مصيبتك؟ نجات. شو بها نجات؟ رح تخرب لنا بيتنا. ليش؟ موقف الشغل. السبب؟ ملفي ولد قد ابنه ومغرومي فيه. بعدها بخصلتها. أنا خايف راس. المغرومة بيغلط. مثل ما غلطت أنت؟ أنا ما غلطت بشيء. أنا بزماني ما كنت لا مغروم فيها ولا بغيرها. لا انت مغروم بهول يا غشيم. كلنا بالهوى سوا. شو اللي اسم الشخص يلي ملفيته لعنده وفل اسمه بس ورقم اجره يا غشيم؟ ايه اسمه بس. فؤاد راشد. افل.
هاي حبيبي. ولو ندامة معك مفتاح. معالي الحكيم لازم تضل تمشي وقت اللي بتقدير. كيفك فادي؟ منيح. تمام؟ برافو، عم تمشي مثل القبضاي. ميرسي سمية. وين الماما؟ هون تسلميلي هون. يا أهلا وسهلا، تفضلوا يا أهلا. جيت على الموعد. تكرم عيونك، أحلى فستان وحياتك. كيف الماما رامي؟ الحمد لله منيحة. بتسلم عليكي وبتقول لك خياطتك بتجنن، ضيان. يا دلي عني ليش انا شو عملت لها؟ قصرت لها فستانين؟ ايه طب بس انت بس حطيتي ايدك فيهم صاروا ضيان. تسلم حبيبي، هيدا من لطفك. كيف الختياره؟ ست نعمت. شفتيها طنط ريحان؟ رح اقوم اعمل عصير. اتصلوا فيك من الجامعه. من المكتبه؟ ما بعرف. انا اللي رديت، صوت ست سالتني عنك وقالت لي قولي لها من الجامعه وهي بتعرف. إلا بالعادة تتصل بس من زمان وتسأل عنك. إيه كيف الختيارة نعمت يا رامي؟ إنه شو بدي يكون كيفها معطرة. بس عظيمة. مزبوط. طنط الماما قالت لي إنه أنت لما شفتيها أكدت إنك شايفة هالوجه قبل. صحيح. فادي. نعم. تعا شوي عاوزتك. يقبرني إن شاء الله، الدواء عم بيفيدوا. هيدا تبع $560؟ الله يطول بعمرهم الدكتورين، توفيق ونصري. طنط، فرضي $560 على قبر واحد ميت، إيه بيقوم؟ إيه أنا اللي بيهمني ابني يمشي وما بدي شيء. طنط رحاب، كنت عم بتقولي إنك بتعرفي ست نعمت من قبل. لما رجعت من عند أمك يا رامي، اتذكرت لأنه الوجه منه غريب علي، وخصوص الحروق اللي فيه إذا شافوا مرة ما بينتسوا. يعني شفتيها هي محروقة؟ تذكرت بعدين وين القصة عمرها 22-23 سنة. يعني مزبوط. أي مزبوط؟ سنة 75 يوم اللي احترقت الأسواق. تنذكر وما تنعاد، شفتها بهذاك الوقت بالمستشفى. كنا عم نفتش عن قرايب لإلنا، وأنا كنت عم فتش عن بيي. كان مع اللي احترقوا ب17 أيلول؟ كان معهم، بس نشكر الله ما مات معهم ولا مع اللي ماتوا. بعده عايش؟ بعده. الله يطول بعمره. تسلم حبيبي. فبالمستشفى لما رحت لعن بيي أنا وأمي وإخواتي لنطمن إنه عايش، كان معه بالأوضة وحدة ست ما بيروح شكلها من راسي، محروقة بوجهها وبإيديها. أول ما شفتها خفت، بعدين بيي قال لي معطرة هيدي المرأة، كانت عم تولول لأنه وحدة ست سرقتها. كيف؟ شو قلتي طنط ريحان؟ كانت عم تركض ورا وحدة ست سرقتها. بيك مأكد؟ ولو أكيد، ما أنا بس رجعت من عندكم وتذكرت اسألت بيي وأكد لي الخبرية. سرقتها يعني كم أغراض؟ المفروض مع حق طنط ريحان. مش امك قالت انها كانت عم تولل وتقول الحقوني؟ بلا، هيدي هي ست نعمت حسب خبريه امي. يعني كانت مع بيك بفرد اوضه وما بيروح شكلها من راسي ابدا. طيب طن، انت ما شفتيها لامي؟ لا. خي، في حدا غير امي بيعرف ست نعمت؟ يعني مش ستك؟ الله بيعرف، اصلا ما حدا بيعرف عنها شيء، وهي فاقدة الذاكرة. ذكريات أليمة. فوتي معي سمية لأخذ قياساتك جوا. يلا تفضلي. شو ندى؟ تفضل. شو بدهم بالجامعة؟ رامي مش الجامعة. مين لك كان؟ نجات؟ فوتي صوتك. نجات شو بدها منك؟ قال عوزتني. عوزتك؟ أنت شو قلتي لها؟ قلت لها تحل عني. عفاكي. بونسوار طنط. أهلين. أنا زينة تعبت، فقتي لي؟ معقول ما فق لك؟ مش أنت البنت المهضومة بنت المرحوم عصام تعبت؟ بزيت سيدنا. هيك لكن. تفضلي قعدي، سمية صار مفروض ترجع. لا طنط، أنا جاي أشوفك إلك مش لسمية. خير حبيبتي، تفضلي قعدي. طنط زهية،
نعم، بدي تخبريني كل شي بتعرفيه عن عفيفة وبي. كل شي تنتهي. حديثنا تنتهي. زينة كيف رح تتصرف؟ أنا بنت مين؟ شو بتحبي تشربي؟ ماشي طن، جاي اسمع مش اشرب. ما عم بفهم ليه هالقد هامك موضوع عفيفة؟ حاسة انه مهم بالنسبة الي. الك انت؟ نعم. طالما انت مش بنتها فوين اهمية الموضوع؟ اله علاقة بشي معين. يا زينة انت مش اول ولد بيو بيتجوز مرة تانية ولا اخر ولد. على القليلة بتعرف على المرة اللي كانت مرت بيي، بتعرف على اولاد بيي بس من غير مرة. ما اسمهم اخوتي؟ ليش ساكتة طنط سهية؟ ما اسمهم اخوتي بس من غير ام؟ بلا هيك اذا بيي عنده ملك بيورثوه مثلي مثلهم. وما في غير حضرتك طنط سهية بتعرفي عفيفة. الماما قالت لي انه ما بتعرفها شخصي. حابه تتعرفي عليها؟ بركي بعرف منها. تعرفي شو؟ زينة؟ كيف سمية؟
وأنا كمان. طيب طالما سمية رجعت هلأ صار فيكم تقعدوا مع بعض وتدردشوا. لا قصدي لازم نكمل حديثنا طنط زهية. حديث شو؟ عملي معروف. حدا يفهمني شو عم بيصير؟ شو نعمة هالبنت أخلاقها وقياساتها. تفضل حبيبي. ميرسي. عسلمتهم كلهم سوا عم بيساعدونا ويساعدوك ماما. كتر خير الله. كانت ساعة حظ لما دكتور بركات تدخل. والدكتور خلف. الله يطول بعمره. يسلم لي إن شاء الله رجعت شوف الضحكة عشفافه. ألو؟ ألو مين؟ ما قالوا لك إنه الجامعة اتصلت؟ في شي حبيبتي؟ لا ماما الجامعة. عال شوفي شو بدهم منك. ما حدا حس اللي أنا حسيته وقت اللي بيي بعت وراي ليقلي شي مهم قبل ما يموت. كان على آخر نفس، كان بصعوبة عم بيحكي الكلمة عم تطلع منه بالزور. بعت وراي يا جماعة ليقلي شي قبل ما يموت، يعني أكيد شي مهم، شي له علاقة فيي بمستقبلي، سر يمكن. ما حدا قدر يقوله غير بيك؟ ما حدا، يمكن ما بيعرفوه، يمكن ما بدهم يقولوه. أمك يعني؟ ما حدا غيره، ما حدا بيعرف أو يمكن بيعرف غيره هي، أو يمكن ما بتعرف، ما بعرف، أنا ضايعة من وقتها وأنا ضايعة، في سر لازم أعرفه. فلما حضرتك سألتيني بالصدفة إذا أنا بنت العفيفة طنط زهية، حسيت مثل طاقة وانفتحت، يمكن هي هي. بس أنا طنط زهية. شو حبيبتي؟ زينة محروقة تعرف. بس أنا ما بعرف. اللي بتعرفيه طنط زهية، اللي قلتي لي إياه قلب بعد ما فلت زينة هداك اليوم. يعني بتعرفوا شي؟ سمية أنت بتعرفي مخبيتيه عني. طنط زهية قولي. زينة ناضجة، ما عادت ولد، بيا مات، يعني مسؤولة عن حالها. تقول شو؟ احكي. عفيفة مرت بيك الأولانية طلقت بيك لأنه شو؟ بترجيكي تحكي، بترجيكي. طالما سمية قررت تخبرك خلي هي تخبرك وتتحمل المسؤولية. عفيفة طلقت بيك لأنه ما بيجيب ولاد. شو فيها؟ ما رجع تجوز ماما روز وجيب. لحظة عصام ما بيجيب ولاد؟ عصام طلق عفيفة وتجوز روز وبعده ما بيجيب ولاد؟ يعني أنا يمكن بعدين تعالج. ما بعرف ليش ما تعالج مع عفيفة. ما بعرف بس يعني أنا مش بنت عصام. زينة لوين؟ زينة حق عليكي. لازم تعرف. طالما هالقد واسعة من نفسك ليه ما قررت تخبريها من قبل؟ كنت ناطرتها تسأل ساعتها الموضوع بيكون مهم. لك وينك يا عم الرز؟ جاي بلش. ليش هي بتحلى القعدة والتبليشة إلا بوجودك يا عم الرز؟ ليش روز هي مفتاح الشهية؟ الروز، ام الروز، حبي الكبير الاول والاخير، انت اكثر مفتاح شهية لك دخلة. فيني افهم اليوم سبب تسكيرة القهوة على بكير ليش؟ لك مين قالك سكرتها؟ ان شاء الله متكلة على عباس. ليش عباس مش تكلة؟ المهم انت تتكلة وخذي لك بلا. ما قالي نفس اليوم شفيق. لك شو اسمك يا ام الروز؟ إليك مدة مطلقة الكاف. بكي شيء؟ في شيء؟ شغلت لي بالي زينة.
ليش من غير شعر؟ مسكرة بوجه هالبنت. بعلمي إجيها شاب ملو تياب وجايبته وبحبها وبدو إياها. بعلمي طار بخة. بعلمي بدت تشتغل وبعدت وراها نهلة راشد. بعلمي ما استقبلتها وأجلتها. أنا بعدني عن كلمتك. تيجي تسكن معنا؟ يعني معي حدك. ليش هي أول بنت تسكن مع جوز أمها ولا آخر بنت؟ شو بعرفني؟ تصطفل بعيشتها. قطعت 25 سنة. بس أنا يلي بهمني يضحك لها الزمن شوي. المهم أنت تضحكي لي وتركي لي الزمن وخدي لك بلعة. مين بعلال؟ علم علمك. خير إن شاء الله. زينة تقبرين إن شاء الله. بك شي؟ حياة بها شي؟ بنت حلال بعد نفسيتي. كيفك عمو؟ حياتي شو بكي؟ بتحبي قدام جوزك أو نطلب منه يتركنا لحالنا؟ ليش شو فيه؟ عمو شفيع مول معروف. باطل؟ شي بخص راز؟ أنا كان لازم يكون موجود؟ هي عدنا. شو في عمو؟ قولي زينة. يا بنتي نقستيني شو فيه؟ ماما ماشي معي عقودتي. أي عودة؟ هان قدامي. وضل يا شفيق. يا شفيق دايما في أسرار بين الأم وبنتها. تبقي حافظك أنت على الأسرار ببيتك الأولانة. هان ببيتي أنا كل شيء قدامي وعلى مسمعه. بعدين زينة أنا بعزها وبحبها ومستعد ساعدها إذا بقدر. ميرسي عمو شفيق، بس الموضوع ما بده مساعدة. ماما. نعم. أنا بنت مين؟ تأخرت هالبنت. دخلك حياة، بقدر افهم ليش بالك بينشغل بس عزينة. أعوذ بالله، كلهم عقلبي مثل بعضهم وشغلة بالي هي هي. بس زينة ما بعرف، حس أضعفهم عند حدا تروح لعنده. وما ما بعرف. وين رحت بأمك حياة؟ روحي كنسيبي بلا أمة بلا بيا. شو معنات حكياتك؟ ماشي ما معناتهم شي. تأخرت بوجودك ما بعود ينشغل بالي. عمايا بتشيلي حمل عني يا نسيبي. ما اسمك إلا عمتها وهدى محامية قد الدنيا، ما بخاف عليها. بس هيديك آخ من هيديك حمل تقيل يا نسيبي. لك الله يلعني إذا فهمت شي عليك. ماما حشت غير الموضوع. مين بيي؟ عصام ما بيجيب ولاد. مين بيي؟ لا هي الراز لا امساح لا. عملت ضرب براني بعصام؟ شفيق ما بسمح لك. لك 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 قال ما بتسمح لي. عمو شفيق عمو المعروف مستقبلي ومصيري بالدق. ماما مين بيي؟ ما بعرف. ما بتعرفي؟ معقول اللي حبلت منه ما بتعرفي؟ ما حبلت من حدا. شو؟ لشو هيك عيوة؟ كيف جبت البنت لكان؟ زينة ما بعرف مين خبرك عن بيك، بس بعتقد انه حان الوقت اني خبرك وصارحك. هيدا من حقك. هيدا اللي كيف بتشقلي؟ قوليها لبابا. ما تستحي بالكلمة ولا بعصام. عصام بيك، هو يلي ربيك وحبك وغنجك. قوليها لبابا. هيدا اللي كان بده يقوله قبل ما يموت؟ نعم. يا عمي فهموني شو عم بصير. شو بابا وماما ربيكي وما ربيكي غنجك وما غنجك؟ يا روز فهميني. هلا هلا زينة بنت عصام ولا مسحة وفيلم طويل اخر الليل؟ لا مسحة ولا فيلم طويل. زينة مش بنت عصام. مين بيي لكين؟ ما بعرف. ماما دخيلك. ما بعرف لاني انا. انت شو؟ انت كمان مش امي؟ حبيتك مثل امك وربيتك مثل امك. ما تزركيني. تركيني
لا عصام بي ولا انت امي، مين انا لكين؟ مين بي وامي؟ ليش عيشتوني معكم وربيتوني؟ ليش؟ لما تجوزت عصام وفتنا اول ليله على الاوتيل لنعمل شهر العسل. الله يهنيكم. عصام عصام بك شي حبيبي؟ لا لا لا. وليه قاعد هيك؟ مش رح اقعد هيك، رح اقوم على الحمام البس البيجامه وانا بكون لبست الروب. ما عرفت ليلتها شو هو، ما قال لي شي. بعدين كنا عريس وعروس عاديين، وبأول أيام شهر العسل ما كان في شي مش طبيعي. حتى لما نوعيت الصبح كنت سعيدة ومرتاحة. عصام بك شي حبيبي؟ دي الساعة هلا ستة، ولو حبيبي واقع قبل الضو. عصام شو بك حبيبي؟ من امبارح ما انت مش طبيعي. عصام مش أنا صرت مرتك ولازم أعرف شو بيك. أنا ما بجيب ولاد روس، يمكن كان لازم خبرك قبل ما نتجوز، بس خفت. من شو؟ إنك تتركيني. عصام فاجأتني، دوختني، ضيعتني. ما تبعدي عني روس، ما في ورقة مضية إنه معك بالسراء والضراء، ولو ما نشف حبرة بعد. أنا بحبك روز. اللي بحب التاني ما بيكذب عليه. بس أنا إمتى أنا عملت فحص تعرفت هالشي؟ هلا خجلت؟ من يلي لازم تخجل فيه عملت عنتر وهلا خجلت؟ كنت مجوز وحدي قبلك. شو؟ عفيفي. وتاني يوم عرسي سمعت بعفيفي. عفيفة عفو يعني؟ عفيفة عفو كل واحد. أنا خبيت عنك الحقيقة تقبريني، لأنه ولا مرة خطر ببالي إنك تسمعي بعفيفي يلي طلقها المرحوم بيك من أكثر من 27 سنة. أنا مش هممني عفيفي، هممني أنا كيف جبتوني؟ من وين جبتوني؟ أنا كنت ناطرة اليوم يلي خبرك فيه انك مش من لحمي ودمي،
كنت ناطرته وخايفة منه، وأنا منعت عصام إنه يخبرك الحقيقة، وقلت له أنا بخبرها لما بلاقي الوقت المناسب. كيف كنت ناوية تقرر الوقت المناسب؟ ما بعرف، لما فؤاد خبرتي فؤاد راشد؟ أكيد لا، بس قلت له إذا مفكر جديا بالبنت ففي موضوع لازم تعرفه. هو يعرف قبلي؟ سوا. مصيري؟ مصيري أنا وتتحكمي فيه روز؟ بأي حق؟ بأي حق روز؟ قولي ماما. مش لأقول بالأول ليش طلقته وانفصلته، كل واحد انغرم بواحد تاني وتركته لقيطة تعيش وحدة؟ مش هيدا اللي زمولو قبل روز؟ شفيق احكي لك كلمة، أنا أمي. ما دخلوا شفيق الموضوع بيني وبينك. زينة عمو. يمكن أنا مش زينة، أنا مش أنا، كذبة عيشتوني فيها 25 سنة. أنا مين؟ وهلأ بدي أعرف. تبنيتوني أكيد، بي وإمي عايشين أو ميتين. بدي أفهم روز، انكسرت الجرة، بدي أفهم. العوافي روز، روز عمري وين بتروحي عمي هالمرة؟ ما بتحب قعدة البيت؟ عصام جيت حبيبي؟ عمي وين كنت؟ هلا بقلك وين كنت. قول، مش المهم وين كنت، المهم شو قالوا لي وشو سمعت. حزورة روز؟ لا حبيبي، حلا حزورة. طيب ما عم بفهم. رح فهمك. خبرته عن الحكيم يلي قالت لي عنه صاحبتي، وانه بيعمل العجيب ولازم يروح لعنده ويفحصه بركي. يعني انا بدك تبهدليني وتجرسيني عند حكيم؟ ولو يا زلمه، شو بهدلك وجرسك؟ هيدا حكيم شاطر، منخبره قصتك بيعمل لك فحوصات، عم بيقولوا الشفاء على ايده. ايه ما بدي. لا بدك، ما انا كمان بحلم كون ام. تجوزت. عم بتهديني روز؟ تجوزتي نص رجال؟ يا عصام ما تفهمني غلط، انا انا ما بدي اروح لعند الحكيم. انه عاد اقتنع اخذتيه؟ رحت انا وياه اقتنع، وطلب منا الحكيم فحص لتنيناتنا. تنيناتكن؟ هيك طلب. وتاكد انه البابا ما بيجيب اولاد؟ نعم، وانا كمان. وانت كمان تأكدت انه ما بيجيب اولاد؟ لا، تأكدت انه انا كمان ما بجيب اولاد. اهلا، يعني باصرة؟ يعني باصرة. ونهار رجعنا على البيت وتنينتنا عملنا ضعيف كتير، لا عصام له علاج وانا بالمرة ما إلي علاج. بس لازم يكون عنا وليد، البيت فاضي بلا وليد. منتبنى ولد روز؟ كل الولاد لازم يمروا عند الحكيم. معليش كلهم ناهدة، أهم شي صحة الولاد. أوكي ناهدة؟ إيه الله معك. حكيم الميتم، الكشف النصف شهري على الولاد. الله يدينكم بهالهمة. واجبنا مسيو عصام، بالنهاية الولاد ما قالن حدا من أهلي. من غير شر، في ولاد كتير؟ في حوالي 65 ولد. لا بي ولا أم؟ مبدئيا والله يساعدهم ويساعدنا تنساعدهم. صار له زمان الميتم؟ مدام روز، نحن جزء من مؤسسة إنسانية، منا تابعين ولا لأي مؤسسة دينية، خدمتنا وطنية شاملة. فنعم صلنا زمان، حوالي آخر الأربعينات. عظيم مدام سميرة. مسيو ثابت، حسب ما فهمت من دكتور رشتين، إنكم جايين لعنا بقصد تتبنوا طفل. إذا الله قدرنا. أنا بحب شجع كتير العيال المحرومة من الأولاد تلاقي سعادة الأبوة والأمومة بولد من أولادنا. أنا حابة بنت. والمسيو شو حابب؟ سوي
أنا من رأي مدامتي مدام سميرة بنت. بقدر أعرف ليش؟ قصدي يعني ما تويغزوني عم بتدخل بشؤونكم، بس معظم اللي بيجوا لعنا بفضلوا صبي. ولو مش سامعة بخبرية البنت اللي بدها تفتح الباب لأبوها. هيك معك حق، البنت حنونة بالمطلق. تفضلوا. ما صار لها أسبوع عنا. مين جايبة بيا إمها؟ للحقيقة ما بنعرف. مساعدتي ناهدة اللي حكيت معها من شوي على التليفون، فتحت باب جنينة تجيب الحليب، لقيتها موجودة قدام الباب. لحالها؟ أكيد لحالها. قصدي إنه يعني أهلها بعدهم عايشين؟ للحقيقة ما بنعرف. ونحن البنت بنعدها لقيتها أكثر منا يتيمة. كيف يعني؟ يعني يا مدام اليتيمة بيوصل لعنا عن طريق جمعية أو مؤسسة أو قرايب، أمه وبي وماتوا ما في حدا يهتم فيهم فبيوصلوا لعنا. أما هيدي البنت شو سميتوها؟ ما لحقنا مدام. مثل القمر. ما بدك كفيلك. تفضلي مدام. أخذنا الحكي وما ضيفتكم شي، شو بتحبوا تشربوا؟ ما بدنا شي، بس كفيلنا قصة البنت. الطفل اللي بينوضع على بابنا مدام بنعده لقيت، وبننطر حدا يجي يسأل عنه. وما إجا حدا؟ للأسف لا. يعني في أمل يجي حدا يطالب فيها؟ بصراحة مجبورين ننطر. قديش؟ شهرين؟ بسيطة روز، صرنا سنتين ناطرين، مش رح ننطر شهرين؟ مثل القمر، اسم الله عليها. فعلا عصام أنا كتير مبسوطة. أنا أكثر. تعرف ما رح أقدر أنطر شهرين بدون ما أشوفها، رح روح كل يوم لعندها وأخذ لها لعب وهدية. يقصف عمر بي على أمها، بيرموا هيك ملاك. ما تحكي أحدا قبل ما تعرفي ظروفه روز. بلا ظروف بلا طق حنك، حدا بيرمي ولده على باب ميتم؟ المهم الله استجيب إلنا. عصام؟ نعم. أنت كان بدك صبي؟ الصراحة؟ الصراحة؟ أكيد كان، بس لما شفت هالزينة صار بدي بنت. هيدا هو. شو هو؟ اسمها زينة. وأحلى من هيك اسم رح نلاقي لها، زينة وهي زينة. وهيك صرت روح كل يوم لعندك حتى شوفك، ما عدت قادرة أقعد بليكي. ألو ناهدة، تجي لعندي شوي؟ مدام روز، ما فيك تتصوري قديش البنت معلقة فيكي. زينة؟ مين زينة؟ سميتها زينة. اسمي كتير حلو، بالفعل اسم عم سمى. صحيح معلقة فيه؟ ما فيك تتصوري قديش معلقة فيكي يا مدام روز. البنت هي كتير وحيدة، حسي حالة أنه من زاوية بس يقولوا كتبوا الميتة. الشو مدام سميرة؟ قصدي الطبيب النفساني بيقول عنا أنه هي أساساً من زاوية وحدانية البنت. مش مهم، المهم بس تصير عندي أنا ببيتي، أنا ما أعرف كيف خليها تحب العالم وتختلط فيهم. حدا سأل عنا طالب فيها؟ لا مدام روز. لأنه ما تتصوري مدام سميرة قديش أنا وعصام عم نعد الأيام ليخلصوا الشهرين. وأنا كمان، لأنه أنت ومسيو عصام خير من تبنى طفل. ميرسي كتير مدام سميرة، ديروا بالكم على زينة. عندك شك؟ وحياتك لا. الله معك. كيفك مدام؟ الحمد لله. نعم مدام سميرة. بدي إياك تحضري لي كل الأغراض اللي بتخص زينة. زينة؟ مين زينة؟ نسيت خبرك، مدام روز سمتها زينة. اسم حلو. حضري لي أغراضها. بتسميهم أغراض مدام سميرة؟ ما كلهم أسوارها ذهب.
قليلة اسوارة ذهب مع بنت مرمية على باب ميتان، منا قليلة. اللي رميها أكيد عينه شبعانة، وإذا كان فقير أكيد مش عارف شو في معها للبنت. كيف عرفت أنت بالقصة؟ ما كنت فليتي. لما جيت أنا وبيك لنستلمك عطيوني مبرومة ذهب، وقالت لي سميرة إنه لقيتها أو لقيوها معك. أي مبرومة ذهب؟ حافظت لك إياها معي. تعرفة؟ مثل أفلام الهندية الخبرية، ملجأ وميتم ومبرومة ذهب، بده يكونوا كانوا أهلك أغنياء كبار يا زينة. ما ضروري. لا كيف ما ضروري؟ والمبرومة الذهب موجودة، رح جيبها. مبرومة مثل الإسوارة، بيظهر هيدي من جهاز أمك الله يرحمها. وليش مأكدة إنها ماتت؟ مع حق زينة. معقولة كل هالسنين لا بي ولا أم يسألوا عن بنته يلي رميوها؟ بدي يكون مثل هول الأولاد اللي بنقرأ عنهم بالجرايد، حملت سفاحا ورمته على باب الملجأ. شو حبلت بسفاحا؟ إلها علاقة بالقتل؟ كله قتل عمو شفيق، كله قتل. اللي عمل فيي هيك قتلني يعني. ما تقولي هيك، اللي عمل فيك هيك يمكن عنده ظروفه عرق المرحوم بيك. اللي عمل فيك هيك نقلك لحضني لعندي، كتير حب بيتك. وليش تركتوني لكين وطلقته؟ كنتوا خليكن مع بعضكم، خلوني حاسة بالحب والحنان اللي حكيت عنهم. ماما ولا مرة حسيت إنكن عائلة، ولا مرة حسيت إنه البابا هو البابا الرجال والماما هي الماما المرة. كنت دايما أقوى منه، كان هو أضعف منك، كنت أنت الرجال وهو الخاضع الراضي. طول عمري كنت فكر إنه الماما بدها رجال ليدل أنها مرة، والظاهر إنه عصام ما كان المقصود، طلع شفيق المقصود. لا سامي هو المقصود. مين سامي؟ ماشي ماشي عم بمزح، بس مهما يكن ما اسمي شفيق حاف، عمو شفيق اولا حلوه من تمي، وثانيا ما اسمي الا جوز المراه يلي قدرت حسسها انه هي مراه مثل ما قلت قبل شوي، وخاصه انه المراه يلي حبيتك اكثر من امي وقدرت امنت لك بيت وصدر دافع. وقصة روز عن الملجأ والميتم تششت لي شعر بدني قبل شوي، وإذا في حدا لازم ينلام ويتحاسب هن أمك وبيك الحقيقيين. اللي يمكن ماتوا أو يمكن عايشين، بس مهما كان هن بلا قلب. عصام مرة، أنا الرجال، هذا موضوع تاني. ما في بيت ما في مشاكل، بس مش معناتها أنه بطلنا نحبك. استفلوا بمشاكلكن، انتو من دون ما تحسوا تصرفتوا مش كعائلة إلي، لأنه جواتكن حاسين وعارفين إني مش إلكن. على كل حال كتر خيرك ماما روز، ربيتيني وعلمتيني، بس هلأ لازم أعرف أهلي مين، أو على الأقل فتش عليهم. رح جيب لك المبرومة. زينة حبيبتي، هيدا بيتك؟ بيت اللي أنا ببنيه، فتش عليهم. شو سهلة هالكلمة. تفضلي بنتي. هيدي الوحيد اللي باقي من طفولتي؟ في أنا حبيبتي. شو بتسوى هيدي؟ اوعى. اوعى شو؟ اوعى تبيعيها أو تفكري إنك تبيعيها. ليش بقى؟ ذكر من العزيزين بي وأمي؟ مع حق إنك يا زينة، وعد بعية. حاضر ماما. عيوني الماما. حدا غيرنا بيعرف؟ وين كنتي تقبريني زينة؟ بك شي؟ فوتي. فينا نعرف وين كنتي؟ نشغل بالنا عليكي، ما كان فيك تعرفني ولو؟ ماما حياة؟ نعم تسلميلي. فيك تفوتي معي شوي على الأوضة؟ أكيد بها شي. ماما حياة عرفي لنا، هيئتها البنت مش طبيعية. يا رب يا رب ما يطلع اللي ببالي.
لك البيت. قومي حطي تعينتيك. عيب. هلا بنعرف. طيب. اليوم أسوأ يوم بحياتي ماما حياة. بالعكس. فيكي تعتبريه يوم جديد وتنطلقي منه. شو بدي أقول للي حوالي؟ مضروري تقولي لهم شيء؟ مستحيل ماما حياة. اللي حبك وقبلك، حبك وقبلك كزينة، مش لأنك تابت أو غير تابت. حبك وقبلك لإلك. مش لأنه بيك فلان بدل فلان. ضايعة، ضايعة ماما حياة. نحن حدك ومنحبك. يعني أنا مش معروفة ولا بي مين ولا أم مين. الله يسامحك ماما حياة، ليش ما خبرتيني من قبل؟ هيك عرفتي. وشو الفرق إذا عرفتي هلأ أو قبل؟ المهم تعرفي تتصرفي زينة. تتصرفي بالمستوى اللي عرفتك فيه، حبيتك فيه، واستكبرتك فيه. ما تغسوني بس خلص، ما عاد قادرة أحمل، بدي أعرف شو فيه. بس مش مستنطفه نجات. سليم ما بيتأمن له. باب رزقه عم يتسكر. مقابيل باب حبه عم ينفتح. عن إذنك. لوين؟ بدي أتحمل. نعيما سلف، إذا ما لينت معك ندى شو بدنا نعمل؟ متى تنهم لمصلى فرج ورحمة؟ وقت بتكون واطية فؤاد. مرة واحدة بعد ما بتنقص حدا. إذا زهقان حبيبي. لا لا لا، مش زهقان. أنا لا بنت عصام ولا بنت روز. بنت مين لك؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف. لازم نعرف. منطق المحامية ما بيمشي بهيك حالة. المنطق منطق. مين بهالوقت؟ زينة، الموضوع مهم. إذا الموضوع مهم لازم نعرف، وإذا أنت حابة تعرفي لازم تعرفي. معقول؟ معقول هالخبرية؟ تليفون إلك زينة. مين؟ الو فؤاد، شو عامل الليلة؟ انا اشتقت لك. تليفونك فاجئني. مش المهم يفاجئك، المهم يحرك فيك الشوق. بعتذر فؤاد، بس الليلة راسي مش معي. كوني معي ومندبر قصة الراس بعدين. كون معك. حابب اعتذر. عن شو؟ مش عن شو، عن مين؟ عن مين؟ عن أمي. هي وكلتك؟ مش بحاجة لتوكيل، بس اللي صار ما ممكن يمرق هيك. في اعتذار تاني. بعرف، عن سامي. صحيح. مارق عليك نطرتك. شوفي شو نطرتك يعني؟ ظهرة ماما حياة، ظهرة أسهر مع فؤاد راشد. لوين؟ جد علي ظهره. وبهالليل؟ شو أنا نهاري؟ نعيما. ألو؟ ألو؟ سعيدي نجاة. راس؟ كاسي. كاسي. ده أخذت وقت معنا الظهر لليل. ظهر وليل؟ أي ظهر وليل؟ تغدينا الظهر ولا عم ناخد كاس. فرق شو؟ ايه بس ناطرة الترويقة أكبر. كاسك. كاسك.
ممكن سؤال؟ أكيد. السبب. لا ظهرتي معك أو للشرب المبحبح؟ الاثنين سوا. ممكن سؤال؟ أكيد. شو شعورك إذا بتعرف إنه أنت مش فؤاد راشد؟ نعم. كيسك أبو الفوف. زينة شوي شوي. جاوبني وما ضيع شنكيش. شو شعورك إذا بتعرف إنه أنت مش فؤاد راشد أو مش نهلة راشد؟ قولي عم تسألي. عم تعملي أحسن. عم بعمل أحسن. جاوبني. ما بعرف. بس أكيد بحزن. ليه؟ لأنه بتحب أمك؟ لا. بخاف على المصرية تغيروا. عفيك أبو الفوف. لقيت سبب لتحزن. يه فضل كيس. هقصه مفخوط. جيب له واحد غيره. زينة كمان يكون عودة عشان. شو بدك فيي؟ مش انت مظهرني؟ بدك تشربني شاي؟ جيب لي كيس تاني. أمري. صالح. كيسين بعد ما ما كان لازم تشجعوها تظهر معه. ما تخافي حياة، فؤاد راشد آدمي. بس زينة مش بوضع طبيعي. بس أعرف بحكم. معلش عمتي زينة متوترة شوي. ما كان فينا أبدا إلا ما تظهري. بالي مش مطمن. ولا إذا حاسس اللي أنا حاسه. شو حاسس؟ إني بحبك. ما تكذب، أنت ما بتحب. بدي إياك. وأنا كمان. ما عم صدق اللي عم بسمعه. ما انت مش عم تسمع زينة. مين عم بسمع لكن؟ أنا مش زينة. بعرف. تعرف؟ تعرف؟ بحبك أكثر مش أنت. حلو ده أنا. مقدمي. مقدمي ابن خلدون. مقدمي ابن راشد.
لا شو؟ ما تكون ابن راشد. ابن مين ما تكون تكون. المهم هلا تكون معك حدك. كمل شو؟ نحن بأحلى مطرح. كرمال شو؟ كرمال عين تكرم مرج عيون. كرمال نكون سوا. دقنك معك. كل شي معي. يا تلي تلاتة إلا تلت. يا تعطير البنت بعد ما رجعت يا قصف عمرك يا حياة. نسيبي نسيبي. ليش نايمين هيك؟ دخيلك البنت بعد ما رجعت. زينة؟ إيه زينة. ما يكون صابوا شي، عملوا شي حادث على الطريق. شو بيكون؟ صارت الساعة 3 وزينة بعد ما رجعت. مايا مايا قومي. رجعت زينة؟ لا ما رجعت زينة، ما رجعت زينة. أنا رح أتصل. بمين؟ بنهلة راشد. مش راحت مع ابنها؟ هلا عمتي بدك تتصلي بالمرة؟ إيه هلا، بدي أعرف وين راح بالبنت. رد السيجارة. أعطيني سيجارة. ليه ما بتتفرعي وبترجع بتجي بتنامي حدي؟ ممكن. أعطيني سيجارة. بعد لا يا فؤاد لا يا ما رح خلي الماما تعذبك. أنا رح أتصرف. عبيل شو؟ تربحيني جميلة. جيتي معي لهون بإرادتك، يعني أنت بدك إياني. نسيني. لحقيني النام. Thank you.
نجاة انحطت تحت الأمر الواقع. مفهوم؟